زي الفرجة على التلفزيون، تقعد تقلب في التلفزيون بدون ثمرة، تقلب على الفيسبوك وانت مستني اي حد يقول لك اي حاجة عشان بس انت طيب. الترفيه يا شباب في المربع، الترفيه المباح والقدر الضروري منكم، روحوا على الجنوب ساعة بعد ساعة هسيبكم تروحوا. هام وغير عادي في المربع، هام وغير عادي، هو ربع الجو مش عادي، هام وغير عادي بس هام ها؟ ده البدل اللي عليك عقل البدل، مش مجرد النوم بس. لا. روح عن طول بساعة تبع ساعة. فانت لازم تحط في خطتك. تحط الترفيه وتنظمه. في مكان ايه؟ الجودة. عشان تاخد الترفيه ده خطوة عشان ايه؟ تقفل الأمزة اللي بعدها. زي القوس كده ما بيرجع فين؟ تقفل القوس. النبي. تعمل ترجع لورا. بس عشان ايه؟ تنطلق للأمام. فالترويح ده شيء اساسي جزء من مربع الايه. طيب الترويح بتاعنا بنتقسم مجموعتين، مجموعتين ولا ثلاثه؟ صور لي كده يا استاذ احسن، اين تقضي حياتك؟ اين تقضي حياتك؟ شايفين؟ نعم. في الدنيا. في مربع؟ في الدنيا. تمام. الدنيا بقى انت فيها فين؟ في الدوله ولا في الطوارئ؟ ولا في الضياع ولا في الخداع؟ الجو في الضياع. اول شيء طب احنا هنكون صريحين مع نفسنا، بكل ضياع والانشطه اللي بتعملوها في اليوم، اقعد كده اكتب انت فعلا اتربطت بحالكم، مش عارف وصلكم كلام ولا الكلام وصل يا فندم، بس التركيز انا يعني ايه مش قايم عليه. طب واحنا هو انت بعد كده اقعد اكتب مع نفسك الاول قبل ما تجتمع مع بعض. انت اعمالك اللي بتعملها في اخر 24 ساعه ما بحبش، مش عايزين، بس انت اقعد بنفسك كده اعمل هذا التدريب. اكتب كده الاعمال اللي عملتها في اخر 24 ساعه، سكنها من 4 في 4 دي. ينفع الكلام ده للجهاز المحاسبه طال انتظارك من زمان قوي؟ انا عارف اعمل كده. بفضل الله سبحانه وتعالى على نفسك مرتاح، بشوف وبقيم حاجات. اقعد كده امسك ورقه وقلم كده اتفضلوا خلاص، يعني كل واحد مع نفسه كده، مع طبعا مع اليوسف اندي والتفاح، ونقعد نوزع الانشطه بتاعتنا في اخر 24 ساعه، يعني الساعه 7 امبارح اكتر من مثلا ان هو الساعه 9 احنا كنا بنتكلم في البدايه مش بنتكلم واحد بيقول لي بس عايز اطلع من الحديث، عايزين نستفيد الحمد لله، وليس من مات فاستراح لميته، إنما الميت ميت الأحياء. واحد يكون عايش فميت، واحد ميت بس بيحيي قلوب، بيحيي همم. بتذكر الشيخ أحمد ياسين مثلا، ده كان مشلول، بتذكر بإيه؟ رب قعيد أمه، رب أناس تحيا بذكرهم القلوب هم أموات، رب أناس تقسو القلوب بذكرهم رؤياه وما أحياء. واحد يبص في وشه يقصد قلبك وفارق، هو حقود او ناقد دايما لغيره ولكن لا قيمه، فتنظر اليه يقصد قلبك يصعب عليك. واحد تاني مات لما تذكره ذكر الصالحون نزل الرحمه، فمش وانا العبره بده موجود ولا مش موجود، عبره بايه؟ بفاعليه اثرت عليك. فانا مش عايز البدء قبل المحاضره دي بعد المحاضره. مع نفسك كده جلسه بسيطه كده واكتب وزع انشطتك عليه، شغل اليوم بتاعك على هذه المربعات. ممكن؟ اللهم استعان. ممكن تاكل برضه ما تنعوش يعني. لا ما خلصتش.